سلام خوتي، تفرجوا في هذا الفيديو هذا، تاخر فيها يكون فيه معلومات زوينين. سيت 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 راه سريت لعب. المهم الاخوه، اليوم درنا هذا الفيديو هذا. هذه الزيكي كما كتشوفوا فيها، الكور ديالها عادي، ما عندهاش سيت سيت، ما عندهاش زعما شي عضلات باينين، ولا زعما نقولوا راه مترينيا، ولا الكور ديالها لي مشكل ديالو طوره، يعني كلبه عاديه. غادي نستعملوا معها واحد البرودوي. البرودوي الاخوان هو هذا اللي كتشوفوه في الفيديو، اوروبيان بيت فارماسي. هذا البرودوي كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كيخدم الكليبات اللي كيديروا مجهود كبير وعنده نتائج كبيره على النظام العضلي ديال الكلب. غادي نجربوا واحد 10 ايام ولا 15 يوم على هذا الكلب اللي شفتوه في الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على المكونات الفعاله ديالو. مرحبا.